حقيقة قبل ما نحكي عن فترة الحمل، في عنا فترة ما قبل الحمل أو الإعداد أو الإعداد للحمل. طبعا للأسف الشديد إنه إحنا ما زالت العادات إنه الست تحمل وتأكل أي إشي وتلد، وممكن تحمل بعد 6 شهور بعد سنة دون وضع أي خطط، وتخلف أولادها وراء بعض اعتمادا على العادات القديمة انه خلفيهم مرة واحدة، وبعد هيك بتبدأ مسكينة الام تعاني من مشاكل صحية كتير. يمكن الكلام هذا كان يطبق قبل 100 سنة لما كانت المرأة اكلها صحي، لما كانت عايشة على خشاش الارض، لما كانت بتمشي ولما كانت بتتحرك ولما كانت بتغسل على ايدها ولما كانت بتخبز كل يوم ولما كانت بتاخد الخبز او بتاخد الاكل لجوزها الفلاح، بتمشي مسافة طويلة بتودي لها اياه، ولما كانت بتحط الجرة على راسها وبتعبي المية، ولما كانت متفرغة بشكل كامل للتغذية والتربية. اليوم هذا الشيء انعدم للأسف، يعني للأسف اليوم أكل سيء، تغذية تكاد أن تكون معدومة من ناحية صحية، بنات بيعتمدوا في أكلهم على الأكلات الجاهزة المشبعة بالدهون طبعا الضارة، أملاح بكميات كبيرة، أكل غير منظم، أكل مهرمن طبعا هذا خارج عن إرادتنا، في المحصلة في عنا إم هزيلة. لذلك فكرة أنه أنا أخلف ورا بعض، فكرة أنه أنت تخلفي بدون خطة، لا هذا الكلام غلط، وإلا راح تدفع ثمنه أنت والجنين اللي في بطنك. تمام؟ لذلك قبل أصلا ما تفكري في الحمل لازم يكون في عنا مرحلة الإعداد للحمل أو ما قبل الحمل، والحمد لله يعني نوعا ما في عنا توعية في هذا الموضوع، إنه الست لما بدها تخطط للحمل تروح على العيادة وعيادات كثيرة وتحكي للطبيبة إنه أنا في عندي مشروع حمل، وبتبدأ تعملها التحاليل الهامة زي مثلا الدم، تقيس السكر، الضغط، الفيتامينات اللازمة، وتشوف بالفعل هل انه هي جسمها قابل للحمل ولا لا، في عندها مشكلة صحية تحلها قبل ما تروح للحمل. لذلك لازم المرأة الحمل ان يكون ضمن خطة. تعرفين في بعض المراجع بيعتبروا الحمل حالة مرضية. ليش؟ انه بيعتبر انه جسم غريب داخل جسم فهو يحتاج الى متابعة. طبعا احنا مش مع هذا الكلام لانه هذه طبيعة البشر، ولكن هي بالفعل تحتاج الى رعاية خاصة. طمنتي انه وضعك الصحي كويس، الهرمونات تمام، الفيتامينات كويسة، دمك منيح، نظامك الغذائي كويس، وزنك كويس، فيش سمنة، فيش نحافة، حنيتها بتبدي تفكري في مشروع الحمل، لأنه تقولنا الحمل ما هو مشروع. ليش؟ لأنه مشروع في مكسب وخسارة. مكسب أنه أنت تكسب صحتك وتكسبي جنين أو بيبي صحي، وخسارة أنه ممكن تخسري صحتك وممكن تخسري جنين ضعيف أو مشوه إلى آخره. فيتم ضمن خطة بالاتفاق مع الزوج مع الطبيب أو الطبيبة المتابعة للحالة. الآن في فترة الحمل كتير من الستات تعتقد أنه أنا خلاص يعني في حمل، يعني بديش أمشي، ممنوع أتحرك، لازم يجيني الأكل اللي عندي، مش عارف إيش، ومن الكلام للأسف اللي هو مش صحيح، وتحديدا إذا كان أول حمل. بالعكس، الحمل هو حالة طبيعية فسيولوجية طبيعية، هيك الله سبحانه وتعالى خلق المرأة. بدنا ننظم أكلنا، بدنا نركز على الأكلات الصحية، ونحاول أن نبتعد عن الأكلات حتى لو إحنا كنا ناكل وكنت تأكل قبل الحمل أكلات سيئة بنحاول نبعد عنها،
ونركز على ناخذ القدر الكافي من البروتينات من الخضار، تحديدا الخضار الورقية اللي احتواها على فوليك أسيد. طبعا عادة لازم تاخذ الست الفوليك أسيد، عشان احنا ما بتقدر تاخذ الفوليك أسيد من المصادر الطبيعية، ونظامك الغذائي لا يختلف كثيرا عن نظام المرأة اللي مش حامل، انه انت لازم تاكل اكل صحي واي شخص تاني لازم ياكل اكل صحي. اما ممارسة الرياضة المشي ما في مشكلة، ما لم طبعا يكون هناك نصيحة من الطبيب انه وضعك الصحي لا يسمح بالمشي، انما تمارس حياتك عادي في البيت كمشي، لكن كرياضة لا، بدنا نحاول انه احنا نبتعد بالذات في الفترة الاولى من الحمل عن الرياضة، حتى ما يكون في جهد اثناء بالذات في بداية الحمل. كنظام غذائي لازم يكون في عندي تنوع، زي ما قلنا البروتينات سواء الحيوانية أو النباتية، الكربوهيدرات المعقدة عشان ما يصير معك إمساك، زي خبز القمح، خبز البقوليات بشكل عام ممكن نضيفه، المهم يكون بقشوره عشان نستفيد من ما يصير في إمساك بالذات في المراحل الأولى، وعشان ما يصير حموضة كمان بدنا نركز على تناول الخضروات الورقية والخيار، لأنه هاي كلها بتلعب دور في منع الحموضة. ندخل الألبان، الأجبان، طبعا مش الأجبان المالحة طبعا ننقعها، ونبعد عن الأجبان الصفراء أو الأجبان المطبوخة، لأنه في الآخر هي طعام غير صحي لأنه عبارة عن دهون مهدرجة. هذه فكرة النظام الغذائي باختصار. ندخل الأسماك، يكون عندنا وجبة أو وجبتين بالأسبوع سمك حسب الإمكانيات. وخلينا نحكي يا جماعة في موضوع مهم جدا، موضوع الطازة والمتلج. كتير من الناس بيعتقدوا أنه اللحم المتلج هذا لحم مش تمام، اللحم أو الدجاج أو الفواكه أو الخضروات المجمدة هذه يعني أكل سيء وبفقد فيتامينات، ومع كتير هذا بنسأل السؤال، هذا الكلام غير صحيح. عملية التجميد هي عملية من عمليات الحفظ، زي ما في عندنا التجفيف، يعني الآن الأعشاب مش احنا مجففة، يعني هل أنا لما جففت الأعشاب هو أنا أفقدت قيمتها؟ بالعكس، أنا كثفت المواد الفعالة فيها، بس أنا نزعت المية بطرق مختلفة. والتجميد هو نوع من أنواع الحفظ، تمام؟ وإذا حدثت عملية التجميد بالشكل الصحيح لا نفقد القيم الغذائية تماما، يعني تفقد بنسبة ضئيلة جدا، وممكن نفقدها يعني حتى وإن كانت طازجة. لذلك طب هيجي واحد يقول طب هو اللحمة المتلجة ليش أغلى من ليش أرخص من اللحمة الطازج، واللحمة أو الفواكه أو الأسماك المجمدة ليش أرخص من الأسماك الطازج؟ لا، هي مش رخيصة، هو احنا نعتقد انها رخيصة، هي في الحقيقة احنا عندنا تقريبا يعني 20-30% هذه مية، ما هي تحقن بالماء المجمد عشان احنا نحافظ على الخلايا ما يصيرش عملية انفجار، وهذه عملية يعني حيوية طبيعية عشان انا يعني احفظ اللحمة المجمدة او السمك او الاخرية، انا بدي احفظ المكونات تبعته. فعملية التجميد هي عملية حفظ، انا في عندي 20% مية من اللحمة اللي أنا شريتها، إذا لو نيجي نحسبها حسبة تانية هنلاقي تقريبا قريبة من الإيش الطازج، وإن كان إنه اللحمة المجمد زي اللي ببيع بالجملة وببيع مفرق. لا، لو أنا بدي أروح أشتري مثلا بضاعة أيا كانت بالقطعة بيختلف لما أبيع أشتريها بالطن، وكذلك المجمد، المجمد هذه دول بتصدر يعني تصدر لعشرات الدول، لذلك بيطلع التكلفة عندها أقل. يعني الموضوع له علاقة كمان في البيزنس وفي الاقتصاد، ولكن احنا بنشعر انها بتجينا رخيص، لكن في الحقيقة هي مش رخيصة. لذلك فكرة انه اللحمة المتلجة هي لحمة ما فيها قيم غذائية، وإلا لما يتم التبادل فيها بين الدول، تمام؟ بالعكس، هي بتيجي ضمن شروط ومواصفات معينة، ولكن احنا يعني في قطاع غزة او في اي دولة يعني نحاول دائما نشتري اللحوم والمجمدات من اماكن ثقة، بمعنى انه ما فيها قطعة كهرب وعلى مدار الساعة عملية التجميد موجودة فيها، تمام؟ لذلك اذا فيش سمك طازج لا ممكن اجيب سمك متلج واكل،
عندي ما عنديش القدرة المادية أجيب لحمة طازة، بجيب لحمة مجمدة. مش هتفرق كتير زي ما قلنا القيم الغذائية، مع العلم أنه اللحمة المجمدة عبان ما تصل بتكون مرت على على الأطباء وعلى الهيئات المختصة والوزارات المختصة، وبتم فحصها يعني ربما يعني أكثر من اللحمة الطازج. فالمرأة الحامل إذا ما في قدرة أنه احنا نجيب طازج بنجيب مجمد، ما في مشكلة، سواء خضروات أو لحوم إلى آخره، ولكن لازم تهتمي بنوعية الغذاء اللي احنا بناكله، ونحاول نبعد عن تناول الكميات الكبيرة من الأملاح لأنه ممكن تكون عرضة للإصابة بضغط الحمل بالذات في الشهور السادس أو السابع، وهنا الأملاح بتلعب دور. وأيضا الاعتدال في تناول السكريات أو المواد سريعة الامتصاص اللي فيها سكريات بسيطة، لأنه إذا كان ما في حركة، لأنه ما بدي يصير سمنة كمان أثناء الحمل، ومعدل زيادة أثناء الحمل من أول لآخر الحمل من 9 إلى 15 كيلو كحد أقصى، المتوسط 12 كيلو، ما بدنا أنه إحنا يصير عندنا زيادة كبيرة أو سمنة وبعد هيك نقعد في مشاكل صحية. لازم المرأة الحامل تأخذ بالها كويس من ناحية غذائية فترة الحمل حتى يكون عندنا جنين قوي ويكون عندنا إن شاء الله يعني طفل سليم. معنا محمد سعد من غزة، السلام عليكم. الله يعطيك العافية. حياك الله، تفضل. الله يخليك، احنا بنشكرك على هذا البرنامج الرائع وعلى قناة القدس طبعا رائعة اللي تعمل برامج زي هيك حلوة واللي يستفيد منها الجميع. سؤال بس الدكتور إذا في إمكانية. تفضل. هل في ضرر اني عندما اتناول حبوب الرجيم هل بأثر على الجسم؟ ايش المقصود بحبوب الرجيم؟ ايه؟ اديني مثال زي ايش مثلا؟ يعني مثلا هلقيت انا بعدي على الصيدلية مثلا بدي حاجة تسد نفسي عن الاكل لان انا باكل كثير تمام، يعني مثلا عن الفطور يعني بزيح مثلا نقول يعني 4 ترغفة 5 6 تمام، بدي اكل واحد بس وتنسد نفسي تمام، او ممكن بديش اتغدى تمام، بقول له خذ مثلا هذا الحبوب بسد النفس، او مثلا خذ هذا الليدن تمام بيعمل سد نفس، هل هذا بأثر سلبي على الجسم؟ نعم، وصلت الرساله ولا يهمك ان شاء الله نجيبك ان شاء الله. طيب اذا عشان احنا سؤال المراه الحامل نحاول نوجزه، فقلنا التنظيم الغذائي مهم جدا، وطبعا في كمان معلومة مهمة، معلومتين. في اعتقاد سائد عند النساء الحوامل انه القرفة بتعمل اجهاض، والقرفة لو واحدة شربت قرفة ممكن تنزل، هذه المعلومة خاطئة، ولازم نفرق ما بين استخدام او تناول النباتات كغذاء او كعلاج تمام. الآن لو أنا الست الحامل شربت كاسة قرفة أو مثلا أكلت أكل فيه قرفة أو بهارات فيها قرفة، مش لازم نعمل حالة من الهلع أنه عشان شربت القرفة نزلت، أبدا ليس هناك علاقة. ولكن لو الست تناولت القرفة كصفة علاجية أو كوصفة علاجية، وأنا أشربها 4 مرات يوميا لمدة شهر أثناء الحمل، هذا اللي إحنا بنحاول أن نتجنب أو نبعد عنه لأنه ممكن يكون لها تأثير سلبي. الشيء الثاني موضوع التمر. كتير من النساء الحوامل بيخافوا يأكلوا تمر أو حتى كعك في تمر. ليش؟ عشان التمر بيعمل الانقباضات في الرحم وكذا وكذا، فأنا ما بدي أكله. هذه المعلومة كمان خاطئة. تناول التمر أثناء الحمل طول فترة الحمل هي آمن، يعني هو الإنسان كم حب التمر بده يأكله، مش دائما موجود التمر، يعني لو 3 حبات 5 حبات تناولت في اليوم بالعكس راح يفيدها ويفيد الجنين تمام. هذه بعض المعلومات الخاطئة أثناء الحمل برضو حبينا أنه احنا نعدلها.